السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم بتتابعونا اليوم ان شاء الله في موسم جديد من سفاري. طبعا كما تعودتوا علينا من قناه سميره تي في دائما بوصفات جديده. طبعا مش راح اقول لحالي راح نكون مع الشيف راح تحبوها كثير كثير. طبعا راح نروح ان شاء الله لتونس الشقيقه. الشيف معي من تونس. اهلا وسهلا فيكي امل. اهلا شيف. اهلا بك. كيف اخبارك؟ الحمد لله. ومن هذا المنبر راح نحيي اهلنا في تونس تحيه كثير كبيره كبيره لكم. الله يسلمك ومرحبا بك وكل متابعينا بقناه سميره تي في. اهلا وسهلا. رجعنا لهم رجعنا وتلاقينا طبعا فلسطين وتونس. اليوم ان شاء الله راح تعمل لنا وصفه من تونس. شو بدك تعملي لنا امل؟ فريكاسي. وصفه معروفه تونسيه ما شاء الله. حتى المكونات تاعها راني نشوفها بسيطة جدا وامل ما شاء الله عليها يعني دائما وصفاتها كثير حلوه وبسيطه وسهله كثير. تفضلي امل. عندنا الفرينه. اها الفرينه هاي موجوده. عندنا 500 غرام فرينه. عندنا 10 غرامات خميره فوريه. عندنا بيضه. عندنا مغرفه سكر كبيره وعندنا مغرفه ملح. عندنا شويه خميره خميره الحلويات والزينه كل حد شي يحب. هذه تون زيتون بطاطا مقليه والا طبعا مصمودة. الزينه بتظل اختياريه انت تعطيهم كيما نقولوا الوصفه هم كل واحد شي يحب. اما الباز نتاعها ديما بطاطا مقليه والا مصموطه مغليه ايوه وتون زيتون شويه بصل شويه معدنوس وبيض مسلوق. تفضلي امل. يلا وعنا الحليب وعنا ماسخو ان شاء الله. الحليب عندنا 120 مليلتر حليب. اها انا نجيبو فاش نعاونك نعجنو. ايوه يعني وصفتها سهله. اليوم سهله سهله. اول حاجه شنو نعملو؟ نحطو البول. ناخذو شويه ماء سخون وناخذو السكر ستر ونحط لك الماء سخون. مسخون بزاف هذا على سخون برشا. من نزيدو شويه حليب خلطوا ما بين حليب وماء ما لازمش يكون لخدش الماء بزاف سخون. عندنا فرينه 500 غرام فرينه. نجيب لك الميزان. يعني الوصفة سهلة. هي عنا البيض واحدة تاع البيض. ايه هاد اللي صار لي فاش تقدموهم انتوما في تونس؟ الصلي يكون هذايا ديما لمجة للصغار يكون العشوية العشاء. العشاء مثلا في الصيف للبحر. للبحر ايوه تهز فريكاسي. باش يجيو حدانا مثلا شكون من الفامي باش تقعد تعشوية. ونخدموه كبير ونخدموه هيك حاجات صغيرة. انتم تقدموا في الافراح تاعكم دائما الحاجات الصغيره. اي احنا ديما عندنا حلويات كم صغيره كثير. عندنا شويه ملح. الملح ديما نحطها على جنب هكا يعني راح تكون كيما لاباط صابلي برك هذه عليها الخميره. لاباط صالي كيما الخبز صالي. يشبه للخبز. تحط لي صابلي حط شويه خميره حلويات شويه برك نجم تستغنى عليها. يعني ربع مغرف صغيرة. حط لي نحطها كامل. كملوا الحليب. تكملي تعجنيها بالحليب. بالحليب والماء. أيوة. الحليب عملت 120 مليلتر ونكمل نعجن بالماء. حط كلمه خفت نحطها لك تولي بزاف طريقه. لا صب لي شويه ماء سخون باش نبردو. هي كي تحط 120 حليب يقعد نبردوه شويه الماء خاطر سخون برشا مش سخونه. لا شويه مع الحليب شويه خاطش الحليب كان بارد. صب يجي تعادل.
زيتي نزيدو زيت. العجينة تكون طرية ولا تكون ماشي طرية وماشي يابسة؟ نزيدو شوية وتوا تجيب لي الزيت. حاضر. الزيت حكا 3 مغارف. 3 مغارف نحط لك تقريبا هاك هكذا مغرف. نزيدو شوية يكفي. اني كنت حضرت لهم العجينه، عملت عجينه. عرفت عملتيها يعني واجده واجده باش تكون تريح. لازم تكون خمرانه. لازم تخمر. لازم تخمر يعني ما تاخذش برشا وقت. شويه بر عجينها مليح. لازمها تتلم وحدها من فوق العين. لازم تندلك مليح. بنت لي كنت تبان لك جارية تنجم تزيد شويه فارينه معنا يعني ما تقلقش. وعلى حسب الفارينه، كاين فارينه كيما نقولوا تطلق الماء، فارينه تشرب وفارينه كل فارينه كيف يعني. المهم هذا هو القوام تاعها يكون مش جامده ومش طريه. لا هي كي تخدمها هيك تلم روحها هذه الناحيه وهذايا. شوف كيف قاعد الكل يتلم. نحط لك شويه زيت. ها مش لازم هي لما تروح هكا لما روح هكا هكا نضفت. تولي كيف تعمل الصوت. اي والله تطرطق كيما حنا طرطق. العجينه لما تكون صح تكون مدلوكه كي تعطيك الطرطق هذاك صافي العجينه راهي تمام. ما تاخذش برشا وقت معناها مش لازم حتى العجانه مش لازم. هي العجانه صارت الحين للاسهل يعني اللي بتكون عندها عجانه. هو كي تكون 500 جرام معناها ما انا نبني هيك بالواحد. هي ال 500 جرام يعني ال 500 جرام طحين عليها تقريبا 250 ملي ما نضيفها مش نعطي صحفه صحن شويه زيت. نحطها شويه من الفوق ونلفها بسلوفة. هذه هي العجينه تاع الفريكاسيه. عجينتها سهله سهله. راح نحطها نخليها تخمر. ونجيبوا العجينه الاخرى في الثلاجه حطيتها. هذه هي العجينة نتاعنا الواجدة. شوف ما شاء الله ما شاء الله يعني خمرت مليح. هي المملحات هذه قد ما كانت خم قد ما تخمر قد ما تعطينا نتيجة أحسن. أما لازمها ما تفوتش ساعة أكيد ولا ما خاصة كي تبدا الدنيا سخونة تقراس. هي خذت أكثر من وقتها. أكثر من وقتها, معلش. شوية زيت. راح نخرج منها الهواء الكل. في أعراسكم بتديروا مملحات في الأعراس بالمناسبة؟ أي عندنا صالي بنين. عندكم؟ عندنا صالي بنين. ماذا بيك تديري لنا الصالي البنين؟ إن شاء الله. نجيب لك الحلال. حلال وجد لك سنيوة تحطيهم بالفرن؟ لا. يتخ...
نتقليو، لازم نتقلاو نوجدو مقلة، مقلة وزيت. نوجد لك المقلة آمال. ايه نحطو هذا، نحطو الزيت يسخن هكذا آمال، هكا ما تكونش سميكة برشا وما تكونش رهيفة، تاع سانتي سانتي ونص. انا نحط لك الزيت امل هذا القالب نتاع الفريكاسي. ايوه وهذا اش نعمل كعبيترون. الزيت نحط لك كثير ولا شويه؟ مش حط، لازم برشا مش شوي. برشا برشا. هكذا. ايه تقطعيهم، نحطوا شويه فرينه لهنا. نحط لك فوق الطرشونه ولا نحط لك فوق؟ حط فوق الطابله. هذوما كيبات الصغار لازمنا نكملو ونغطيهم باش يزيدو لازم شويه باش ما تنشفش العجينه. وزيد يعليه شوية ونقلي ودائما الزيت سخن. يعني ديروا مدورين صغار. ايه بالشكل هذا. هذو ما يمشي سالي. هذو ما يمشي سالي. ما كثروش الفارينة. كل عجية راهي شوية جامدة ماهيش طرية بزاف. ايه كي تمسها تلقاها طرية وكي تهزها تبدأ تتهز. هذي نعاودو نخدموهم هكذا ونجيبو طرشونة هكذا نغطوها. نغطيوها مادام احنا الزيت نتاعنا سخن نبداو نقلي. غير يسخن الزيت نبداو نقلو فيها هكذا. نورمالمون يكون سخن. نجربو بشوية. جربو بشوية عجينة هكذا. نورمالمون نحطوها. نحط لك الكبار والصغار؟ احط الكبار قبل ومن بعد الصغار قبل، والا الصغار مع بعضهم الكبار ما يجيبوش في نفس كيف كيف. الصغيرة تيب قبل. نرمي عليهم الزيت من الفوق؟ ايه نرمي عليهم الزيت. يعني وصفتهم سهلة؟ سهلة وبنينة، حباها الصغار والكبار. ركزوا على الفارس باللي تحب، فرسي باللي تحب، بالهريسه لازم الهريسه. لازم الهريسه، انتم تخدموا بزاف بالهريسه. الشعب لازم تحط بزاف في الحار. اما اللي يحب هكذا. هاتي انا نقليهم لك وانت كملي شوف هذه الفريكاسي الناجحه. اي والله نرمي عليها بركه الزيت تقلب وحدها. ايوه كيما احنا نقولوا الخفاف، نرموا له زيت باش يتنفخ لي بيني. ديما العجينه اللي تقعد لنا هي تولي كاسحه شويه، لازمنا نخليها تاخذ وقت باش تعاود لازم تخمر باش نحطوها. ما تبديش منا، هذوما اللي زدتهم تو معناها كيش نزل. لازم نبداو من الاول هذا. لا لا هذا ما جدد اللي درتيهم جدد، هذا ما القدم. نطلعوهم هذا اللون الذهبي. ايه غامقين شويه يكون. يكونوا غامقين على هكذا شويه. نجيبو فيش نحطوهم. هنجيب برك شوكه.
احكي لنا شويه على مدرستك يا امال. على مدرستي دائما نشوف لي ستوري تاعك، نشوف وصفاتك، الله يبارك ما شاء الله. يعيشك يعطيك الصحه، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله الواحد، ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقه باش يوصل الرساله كما الرساله كما هو. كل واحد عنده علم او عنده اي حاجه لازم يطلعها باش غيره يستفيد. هذاك هو اللي الحاجه اللي تخليك تنجح. صح والله، كي تكون تعطي في الصحيح وتعطي من قلبك اكيد، وهو اللي يحب خدمته ويحب الحاجه اللي يعمل فيها لازم يعطي من قلبه. صح. ايه حاجه من غير ما يحسها. طلعوا ما شاء الله شابين. ايه. وخفاف خفاف، هذا هو اللون. صح. وهيك امل طبعا بعد ما قليناهم خلينا نروحوا فاصل. أوكي. ونرجع نشوفوا امل الحشو، نجهزوا الحشو ونرجع لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل مع امال وتزيين المملحات. تفضلي امال. شوفوا المملحات رامي شهو، الله يبارك، خفاف بزاف. سامحني. تفضلي. ايوه خفاف بزاف وشاش. شوف نجيب لك انا صحن وري نشوف، الله يبارك. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاوا خفاف 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 وطرايه، القلب نتاعهم فارغ. يعني هذول ديروهم على فطور ولا على عشاء ولا اي مناسبه تكون، يعني ما شاء الله بزاف خفاف، حتى الحشوه تاعهم راهي ما ياخذش برشا وقت، معناها جوست على طول. يعني تحضر لهم بطاطا تقليها والا نجيب لك بول تحطي فيه. ايه بلا نحطوا فيه، انه هيك نحضروهم، نحضروا كعبات اللي باش هاتينا نفتح لك وانت حضرينا الحشوه. نمدي الهريسه، لازم الهريسه تكون تريكاسي، لازم وين تكون تونس تكون الهريسه. حط لنا الهريسه، هاي دي المغرفه الهريسه. اول حاجه الهريسه، ومن بعد نحطوا البطاطا، ومن بعد شويه بعد يدي رايت بزاف من الزيت. هاي رايت بزاف من الزيت. هاي يعطيك الصحة. الهريسة تاعها بنينة وحارة. ما ذقتش، يعني ما تكترناش بزاف الفلفل عشان ناكل. نحط شوية هريسة. تمسحيهم أول بالهريسة. بالهريسة. ومن بعد نحط بطاطا. من بعد نحط العظم. معدنوس. شوية معدنوس. وشوية. يعني ما تخلطش كل شيء مع بعض. لا كل لا. حاجة وحدها. والأخرى الأخرى اللي هي التون. باش يبان اللي هو فريكاسي مشخشخ بالتون والعظم. انت شفتي صح في ذي في بالك باش نخلط انا كل جبت لك صح باش تخلطي كل شيء مع بعض. اي والله يجوا شغل لي ساندويتش. اجي هكا هذه ما نسحقولهاش. هاي نعاود نوريكم حب واحده اخرى نعمل معك ديما حبه. فما اللي شكون يحب يحط جبن، اذا كنت تحب جبن تنجم تحط جبن. ايه تنجم. بطاطا بالهريسه، نحطوا البيض، العظم، زيتون، معدنوس، شويه بصل. بصل اللي يحب، البصل اللي يحبش بصل. حطي حبه بطاطا ولا اثنين، حط قد ما تحب، حط زوز، شويه حب زيتونه، صغار يحبوا البطاطا، شويه معدنوس، شويه بصل. العظمه تحطيها في الاول ايه على جنب، ومن بعد التن هو اخر حاجه باش يقعد التن يبان. هكذا يعني عن جد السندويشات هذوما راح يكونوا كثير زاكين، الي خاطر اكل وحدها الحين. صح ريحتهم بتشهي. وديما لاخر حاجه هي التون. يعني ما شاء الله خفاف كثير، سهلين. ايه. على طول الواحد يجهزهم، ومنظرهم زين ومنظرهم حلو كثير. نجم نحطوه في الفرن، ما يحبش مقليه. يحطهم بالفرن. بس بتهيالي المقلي بيجي احسن، يعني ينفخ ويجي أخف. هي التقليدي يعني. والوصفه الصحيحه هي المقليه. ما شاء الله عن جد يسلموا ايديك. برشا ناس ولات تحب تبعد شويه على الزيوت، على الزيوت وعلى المقلي ولا تحطها. أيوة. في الفور. يعني الوصفه ما شاء الله يعني كثير خفيفه وكثير سهله. سهله يعني الحين احنا بعد ما عملنا الفريكاسي التونسي. ايوه
يعني عملنا هذه الكميه ما تتكلفش وتنجم توجدهم ومن بعد تحشيهم في اخر دقيقه مثلا. لا والله يسلم ايديك يعني ما شاء الله الوصفه كثير كثير سهله وخفيفه كثير واكيد راح تكون زاكيه بعد احنا بعد خلينا نروح فاصل نقول لهم الحقيقه احنا خلينا نروح فاصل ونشوفهم صحن التقديم من بعد ما نذوقهم ونعطيكم رايي فيهم. رجعنا مع أم محمود في وصفة البقلاوة. البقلاوة اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم وصفة أصابع البقلاوة يعني بشرقية طبعا راح تكون بأسهل الطرق طيب. بسيطة كتير وسهلة كتير هي حتى راح نحتاج عندي طبعا كيلو فستق اللي هو الكاوكاو كما نقولوا له الفول السوداني تقولوا فستق الفستق الفول السوداني راح نقولوا كيكاوية الكاوكاو كيكاوية الكاوكاو أو فول السوداني راح طبعا نجيب الكيلو راح نلحيه ونحمره مليح بالشكل هذا عساس يعطينا النكهة وريحة حلوة نحيد منه البودر نجيبه بدون قشر بدون قشر وبعدين نرحيه ونحمره البودره ذاك اللي كيما الفيرينا نحيها نحيها نغربلها هذيك البودره اللي تريح الكاوكاو لانه هذيك البودره اللي تعطي المراره لما يكون هذا محمر بك يكون هيك مهرمش بيعطيك مذاق رائع في البقلاوه راح نحتاج تقريبا 800 غرام عندي العسل هذا طبعا جاهز وعندي شويه ماء الزهر وراح نحتاج سيخ اللي هو تاع الشوي او اللي كياخذوا تاع الشوي اي حاجه يكون او خشبه رقيقة. هيك تكون رقيقه على اساس نعمل منها اصابع البقلاوه راح نحتاج طبعا العجينه هذه جاهزه حلوه كثير وراح نحتاج الصينيه الصينيه تحتي راح تكون 20 على 30 على اساس ان لما نضمها لبعض بيجينا على يعني يجينا بالضبط ما تنفتحش معنا احنا لازم البقلاوه تاعنا راح تكون مكمشه عشان ما تفتحش لو حطيناها 30 على 40 30 على 40 فلما لو عملنا صينيه 30 على 30 على على 40 راح تنفتح معنا ومش راح تطلع راح تكون من الورقه 20 على 30 هذه هي الصينيه باش تجيك صينيه مضبطه اول حاجه راح نحط الصينيه هيك على جنب راح نحتاج العسل في الاخر بعد ما تستوي معنا البقلاوه وطبعا السمنه هي الاساس احنا عندنا هذه السمنه ريحتها ونكهتها كثير كثير حلوه خدمت بها الغريبه كثير بنينه بنينه بزاف وزاكيه كثير فاليوم راح نستخدمها للبقلاوه هذه يعني البقلاوه راح تطلع كانكم عاملينها بالسمنه البلدي تلمو يعني ريحتها حلوه وطيبه يعني بالاكل راح نجيب كسرونه نحط فيها السمنه طبعا السمنه لازم تكون دايبه قداش كونتيتي ولا من تقريبا نص كيلو سمنه على حسب لانه راح نزيد لها كمان شويه زيت على اساس تسهل الشغل معي يعني ما تكونش سمنه 100% راح تكون فيها شويه نسبه من الزيت على اساس تخففها شوي راح نحط السمنه هذه تسخن نذوبها شوي ما تسخنش يعني مليح مليح بس تذوب ريحتها كثير حلوه اعطيني برك المقص نفتح العجينه هذه طبعا العجينه تاعنا لما نبلش نشتغل فيها راح نخليها هيك ملفوفه ونغطيها بطرشونه عشان تضل طريه هاي عندي هون دائما نحط عليها منديل على اساس ما تنشفش معي العجينه راح نخلي هذه امل على جنب وراح نجيب البول اللي نحط فيه المكسرات تاعي شو نعمل معك كيفاش نعاونك الحين هذا الفستق راح نحطه كله هان في يعني صحن كبير ما فيهش سكر داخله ولا شيء الحين السكر هو اللي يحرق البقلاوه تاعتنا دائما نديروا البقلاوه تكون فيها نسبه السكر زياده دائما يكون المكسرات جوا البقلاوه تكون محروقه شويه او على الجناب هذه بتضلها زي ما هي بدون سكر الحين راح نجيب هذيك السمنه طبعا ذابت انا مش راح نسخنها كثير زيدها كثير زيت ايوه طلعوا كيف من بعد ما ذابت معي شوي راح نزيد لها شوية زيت مش شوية يعني تقريبا على نص كيلو سمنة راح نحط تقريبا كوباية صغيرة تاعت زيت تاع 200 ملل كوباية شاي كوباية شاي راح نجيب البانسو
ونخلط هذه السمنه هيك. وهي نورمالمون ماهيش سخونه، ما هيش سخونه، تكون دافيه مش لازم تكون سخونه. لو كانت سخونه تقطع معنا العجينه. الحين راح نحط تقريبا 3 معالق او 4 سمنه على الفستق على الكاوكاو تاعنا. تجرب تعمل لوز، اي حاجه بدك اياها، احنا عملناها تقريبا يعني اقتصاديه على اساس الكل يعني يحب يجربها. وبنينه في نفس الوقت، يعني الكاوكاو مش راح تبين انها يعني كاوكاو بالمره، خاصه لما يكون محمص هيك واعطى اللون الحلو. دائما المكسرات لما نحطها في الفرن نوطي عليها الغاز كثير ونخليها تتقلى، ونخليها تتقلى يعني على مهلها هيك. انت خلطي لي برك شويه هذه امال، واحنا راح نحط السلوات تاعنا هيك على جنب، والسمنه هذه راح تكون على جنب، ونجيب العجينه تاعتي. الريحه تخلطت بالسمنه والكاكاويه ريحه. الحين راح ناخذ انا ورقتين لكمش، ريحه عالميه. يعني نحاول ما نقطعش الورق، معلش حتى كي تبدا مقطع ماهيش، حتى لو تقطعت معلش. راح نجيب الصاص تاعها. مرات تجي ماشي مقطعه، ومرات تحل البيت تلقاها. اي والله على حسب كل مره كيف بتكون. كل مره كيف ما ديما ما تقلقش خاطر من بعدش. اي والله بالعقل برك. راح نحط هذه الورقه هنا، اللي مقطعه نخلوها من الفوق، والمليحه نخلوها من تحت. يعني حتى لو تتقطع معكم ما تخافوهاش. راح نحط هذه الورقه هنا، ايوه، وهذه راح نحطها من فوق لانه هذه اللي راح تكون من الوجهه اللي فوق. راح نجيب السمنه تاعتي وندهن هيك شويه لاباط تاعي. يعني هذه البقلاوه حتى لو كانوا جايينكم ضيوف او رايحين زياره او مناسبه تعملوها على طول، يعني بتاخذش معكم وقت كثير. تكون أيوة. عندك واجد كل شيء في الدار، كل شيء واجد. ايوه الحين راح نحط هذيك الورقه الثانيه، وفي اللي بيحب يعملها على ورقه واحده بتجي رقيقه كثير، واللي يحبها يعني تكون يعني الحبه حلوه وتعمر العين يحط ورقتين فوق بعض. احنا يعني نحطوها ورقه كبيره على اساس تعمر العين، يعني لو عملتوها في مناسبه او مثلا رحتوا زياره وعملتوها لعروس، بدل الفستق بتحطوا لها جوز ولوز او لوز زي ما انتم عايزين. الحين راح نجيب هذا السيخ طبعا الرقيق تاع الشوي، راح نحطها بس هيك، وراح نجيب شوية مكسرات ونحطهم هيك في الوسط. يعني ما نعبيهاش كتير كتير، مش راح تكون خشنة، مش راح تكون خشنة بس هيك. شوفي ريحة الكاوكاو هو محمص ريحته كتير حلوة هيك. الحين راح نعص على السيخ شوي شوي ونلفها. الشكل هذا. بعدين الحين هادو مال الجناب راح نمسكهم من الطرف ونعص عليهم ونضمها هيك لجوا، شايفين كيف؟ الحين راح نجيب طبعا الصينيه تاعتي بدون دهن وننزل فيها السيخ هذا، نحاول نحطهم نشدهم هيك عشان تضل هذه التكميشه فيها جوا. لو حطينا قلت لكم صينيه كبيره مش راح تضل لنا هذه التكميشه تاعها. ايوه راح نزيد لكم كمان واحده. هذه سهلة، سهلة كتير وما تغلبش واقتصادية في نفس الوقت، وتحمر الوجه وتحمر. يقعد اسمها بقلاوة. بقلاوة. راح نجيب العجينة هذه، نشوف تاعي وقل هذه فيها 3 أو 2، لا هيك تمام. راح نغطي هذه، راح نجيب كمان السمنة، والسمنة تلعب دور كبير في البقلاوة. اذا كانت السمنه نوع السمنه اذا كان نوع السمنه مليح راح تعطيك يعني نكهه، وكما نقولوا تجيك البقلاوه طيبه كثير يعني زاكيه النكهه، ولا وتشوفها كيفاه وتشوف تجي مورقه. كان السمنه او الزبده لها دور كبير، اذا كانت سمنه او زبده من نوع المليح طبعا راح تعطيك بقلاوه زاكيه كثير. يعني السمنة راح نرش لها برك شوية مش كتير، لأنه راح ندهنها كمان بعد من فوق. راح نجيب أنا السيخ تاعي نحطه دايما هيك على طرف. يعطيك الصحة. الله يسلمك. سهلة سهلة وخفيفة، ما تاخذش وقت، وبعدين بتضلها يعني لمدة طويلة تقرمش. القرمشة هي الأساس يعني في البقلاوة، تضلها مدة طويلة
تقرمش. وتنزل ترصها كي تبدا اي والله ترصيها مليح باش ما تخليش فراغ في النص. بعدها بنجيب ايدي من الاطراف ونمسكها. هي اللحظه دي تقول صايب شت. ايوه بس هي سهله كثير. ما فيها. ها هيك. يعطيك الصحه. الله يسلمك، حتى لو انفتحت معنا شويه عادي نخليها. والحين امال هيك راح نضلوا نخليه بنفس الطريقه. ايه كل واحدة نجيبها نعمرها ونلفها ونحطها بالصينية. هذه باش نجرب اني تا. أيوة. تفضلي آمال. نجبدها غير بالعقل. هادو هيك دوج ورقات ونغطيها. هاكي دهنيها. هذه لا دهنيها شويه برك نوزع عليها زيدها. السمنه هذه هكا وزعيها. لازم تتوزع عليها السمنه من تحت. حطي الطبقه الثانيه. شويه شويه ما تتقطعش، ما فيهاش نفس باسكو هي رقيقه كثير. هيك الحين بنزيد هيك الشقه الثانيه، نزيد راح ندهنها شويه هيك ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا الصينيه تاعنا. هكا من بعد نجيب هذايا نزيد نرشها شويه. وصلنا للاخره. وصلنا للاخره امل كما شفتي. يعطيك الصحه. الله يسلمك. يعني الصينيه هذه راح تاخذ 11 واحد هيك بعد كما قلت لنا من الاول. ايوه 11 كملنا نمسحهم شويه. بعدها راح نجيب طبعا السمنه هذيك وندهنهم كامل. احنا كل ما نحط ندهن ونغطيها عشان ما تنشفش معي كمان العجينه تاعها. كل واحده دهنها احنا من اللي بدينا. أيوة. من اللي بدينا واحنا ندهن فيهم باش العجينه ما تنشفش معك. راح نحط لها كامل السمنه من فوق ومش راح نحط لها كميه كبيره زي ما انتم شايفين هيك. هي الكميه جت قد قد. يعطيك الصحه. هيك تقريبا شوفوا كيف ندهنها غير من فوق. عملنا تقريبا السمن وعليهم تقريبا 200 زيت هكذاك تقريبا. الحين انا في الفتره هذه طبعا راح نسخن الفرن على 160، راح ندخلها في الرف العلوي اللي الفوق كامل ونخلي البقلاوه تاعي تستوي مليح مليح يعني تتحمر من تحت وبعدين تعطيها ذاك اللون. تحط لها النار اللوطه كهوا اول لتحت وبعدين احيانا من حراره الفرن اذا كان الفرن صغير تتحمر من فوق ومن تحت من غير ما نفتح لها من فوق. دائما البقلاوه اذا كانت بالمروحه باش نشوفوها استوت من تحت راح نشغل عليها الفونتيلي عشان تتحمر تعطينا اللون الذهبي كله زي بعض. الحين بعد ما كملنا صينيه البقلاوه طبعا راح ندخلها الفرن على درجه 160، راح تتحمر من فوق ومن تحت. من بعد ما نحمروها من تحت ومن فوق طبعا نخلوها من 30 ل 35 بالفرن. بعد ما نشوفوها تحمرت تمام راح نجيبوا طبعا العسيله راح تكون بارده والبقلاوه راح تكون سخنه راح نحط عليها. والكميه كيف نحطوها الكل والا الكميه تاخذ معنا تقريبا 600 غرام 600 ملي تاع نسقيوها ونشوف نرشوها برك هيك رش لانه البقلاوه هذه مش راح تكون مليانه كثير عسل. تجي خفيفه. ايوه تجي خفيفه. قد ما كانت خفيفه قد ما تعطيك القرمشه اكثر. الحين انا بالنسبه للماء الزهر هذا انا جبته، احنا جزائريين يعني بشكل عام بنحبوا ريحه الماء الزهر. الماء الزهر تكون يعني تكون مفحفحه كان البقلاوه ولا العريش اي حلو من حلواتنا راح تكون فيه الماء الزهر. هو يغطي دي اختياري. هي الحلويات الشرقيه بس على السمنه بس سمنه من دون سكر من ولا شيء. اي والله تبقى نكهه السمنه بيركزوا على السمنه تكون بلديه وتكون ريحتها حلوه. فالسمنه هذه كثير حلوه ريحتها راح يخلوها بس على النكهه هذه تاعت السمنه. احنا الجزائريين اللي يحب يرش تقريبا يحط معلقه كبيره في المكسرات على اساس الريحه تكون اكثر اختياري. طبعا اللي يحب يحطها اللي ما يحب ما يحطهاش ما يحطش. هذه انا جبتها كما نقولوا اللي بفضل ما زهر يحط على المكسرات. الحين بعد ما تستوي قلت لك راح نحطوا عليها القطر ونخلوها تتشرب تقريبا ساعه وبعدين نشيلوها. احنا الحين بعد ما خلصنا طبعا راح نروحوا فاصل ونشوفوها في طاوله التقديم ان شاء الله. يعطيك الصحه. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بالوصفات نتاعنا اللي هما كانوا فريكاسي الوصفه التونسيه والبقلاوه الشرقيه
ما شاء الله يعطيك الصحة على هذا الفريكسي فريكاسي مش خبز الفريكاسي يعني ما شاء الله يعني جاء ذوق وطعم وشكل يعني يعطيك الصحة ننصحكم تجربوه أكيد أكيد ننصحكم تجربوه لأنه صح بنين بنين خذوا مني يعني ما شاء الله يعطيك الصحة آمل إن شاء الله الوصفات هذه كامل تجربوها وتنجحوا فيها وأنا كنت دارت لكم البقلاوة البقلاوة هذه عملتها هي في الأصل دي رقيقة بزاف بس أنا خشنت لكم إياها يعني هنا يحبوا مثلا حبة البقلاوة تكون يعني ما شاء الله اللي يحب البقلاوة هذه تكون صغيرة يقطعها ممكن على ثلاثة أنا قطعتها بس على اثنين شوفوا الشكل تاعها بعد ما تحمرت أعطيناها اللون الذهبي سقيتها بالعسيلة كما نقولوا احنا الشربات تاعها العسل بعد ما سقيتها زينتها بشوية لوز طبعا هذا اللوز ملون بالأخضر أعطاها شكل ونورق يعني ما شاء الله حتى الصينية شكلها ومنظرها بشهي أنا راح نعطي حبة برك نطلع حبة الأمل باش تذوق البقلاوة راح نطلع لها حبة هيك من النص شوفوا ما شاء الله كيف طلعت الشكل تاعها محشيه مليح الداخل وقلت لكم هذه البقلاوه تحبوا ديروها بالجوز او باللوز او بالكاوكاو كيما احنا درناها شوفوا ما شاء الله ذوقي برك ذوقي كيف اجت تفضلي كيما نقولوا جات شي عوش بقى تقرميشه من قبل لا تذوق تسمع تقرميشه تشتهيها هي المفروض تمسكي الحبه وديري لها هيك الحين هي تعطيكم رايها عن جد تعطيكم رايها يعني البقلاوه هذه لو جربتوها ان شاء الله راح تعملوها مش راح تستغنوا عنها نقول لك بنينه ما تكفيش ما تكفيش ما تعطيش حتى روعه ما تكفيش نقول لك خليني ساكته احسن نسكت ان شاء الله تجربوا وصفاتنا لليوم وتعجبكم وتجربوها تنجحوا فيها بنينة. الله يسلمك ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده ما نظننا غير نقول لكم سلام